Hello everyone. Unit 7. How was your weekend? يعني كيف كانت الأجازة أو كيف كانت العطلة؟ New vocab: aquarium, planetarium, sports center, shopping center, fun fair, football stadium, museum, restaurant, bowling alley, haircut, nervous. Exception, school canteen, dolphin, beach. Weekend, wheel. Wheel هنا بيقصد بيها عجلة الملاهي. Stores, birthday, wheel, great, team, the earth, the moon, cafe, diary, يوميات أو مذكرات. Exciting, مثير. Plan, school uniform, friendly. Together, fun, swimming pool, the theme, most, aged, dark, statue, salad, delicious, side, move, hope, decide, add. Okay. أول حاجة في الاكسبريشنز عندي أول معلومة بيقول لي عليها إن ليتس بيجي بعدها الفيرب انفينيتيف، يعني أقول لك ليتس بلاي، ليتس جو، هكذا. جو بيجي بعدها دايماً الأفعال فيها أي إن جي، زي جو شوبينج، جو سويمينج، لو رياضات مثلاً زي جو سويمينج، جو سنوركلينج، جو فيشينج، جو بولينج، هكذا. كنا خدناها في الترم الأول إن جو بيجي بعدها الرياضات اللي فيها الأي إن جي. دو ذا هوم ورك طبعاً يعني يعمل الواجب. هاف أ فانتاستيك ويك إند، أقول لك I had a fantastic weekend last week، يعني أنا قضيت أجازة لطيفة أو أجازة رائعة. Have a haircut، يعني بيحصل أو بيقص شعره. Take the bus to، يعني بيأخذ الأتوبيس إلى. ممكن أقول لك I take the bus to school، يعني بأخذ الأتوبيس للمدرسة. ممكن طبعا أبدل كلمة the bus بأي transport أخرى، يعني بأي وسيلة مواصلات أخرى. Ride on wheel، وزي ما اتفقنا اللي كلمة wheel هنا بيقصد بيها عجلة الملاهي. Ride on wheel يعني بيركب على عجلة الملاهي. On my birthday، احنا قبل كده قلنا ان حرف اي كلمة فيها كلمة day بيجي قبلها preposition on. Learn about، بيتعلم عن، اقول لك we all، احنا كلنا. Learn about طه حسين، بنتعلم عن طه حسين. Help with يعني يساعد في، say مثلا اقول لك I help علي with his homework، يعني انا بساعد علي في الواجب بتاعه. Drive from to، بيسوق او بيقود من وإلى. I drive from home to school، أنا بسوق من المدرسة إلى المنزل. وقبل كده اتفقنا إن كلمة درايف دي لو جت هنا بيقصد بيها اللي هو بيسوق بعربية أو بيروح بالمكان ده بعربية. أبلان فور، خطة ليه جود آت، يعني جيد فيه، واتفقنا إن جود آت بيجي بعدها يا إما ناون. I am good at English، ده كده ناون. أو فيرب بلس أي إن جي، زي أقول لك I am good at playing football، أنا كويس في لعب كرة القدم. مهم جدا تشوف الكلمات اللي هي فيها تشابه شويه، زي كلمه فيل يشعر، فول يسقط، ويل حوت، انما وول حائط. جريت رائع، جريت يحيي، تيك ياخذ او يستغرق، لو جاب بعدها وقته يتكلم، كافي مقهى، انما كوفي يعني قهوه، ودوت المشهور. طيب تاني عايزين نفكر بعض بان الفيرب لايك بيجي دايما بعديه يا اما ناون يا اما اي ان جي، زي اي لايك فوتبول، انا بحب كره القدم، او اقول لك اي لايك بلاينج فوتبول، انا بحب لعب كره القدم. كمان بيقدر فيرب لايك بينفع يجي بعديه تو، والفيرب في المصدر اي لايك تو بلاي فوتبول، انا احب ان العب كره القدم. الجرامر اللي عندنا النهارده في يونت 1 في يونت 7 سوري هو الباست سيمبل تنس. الباست سيمبل تنس هو an action happened in the past and it was finished، يعني حدث تم في الماضي وانتهى. طيب
يعني مثلا مش هقول لك انا بلعب كره قدم، انا هقول انا لعبت كره قدم، مش هقول اي بلاي فوتبول، هقول اي بلايد فوتبول. طب انا عملت ايه هنا؟ انا خليت الفعل اللي عندي الفيرب اللي هو بلاي ان ذا باست في الماضي. عشان تحط الفيرب ان ذا باست في الماضي فانت عندك طريقتين، يا اما الريجولار طريقه منتظمه هو اللي احنا بنضيف الفيرب دي اور اي دي اور اي اي دي، او طريقه اسمها irregular verbs افعال غير منتظمه ودي بتغير شكلها خالص. مثال مثلا جو بتحول خالص الى went، تيك توك، هكذا. طيب خلينا في الريجولار فيرب الافعال المنتظمه، ازاي نقدر نحط دي او اي دي او اي اي دي؟ احنا بنحط اي دي، وي بوت اي دي ان ذا موست فيربس، يعني بنحط اي دي في معظم الافعال. ولكن لو الفيرب ده انتهى بالاي زي كلمه لايك قدامنا بنحط دي بس، والفيرب لو كان اخره حرف الواي افتر كونسنت يعني في حرف قبليه ساكن بنشيل الواي خالص وبنحط اي اي دي، وي ريموف واي اند بوت اي اي دي، زي مثال الفيرب ستادي، الفيرب كاري، الفيرب كراي، هكذا. وفي بعض الافعال بنضيف فيها الحرف الاخير قبل ما بنحط الاي دي زي كلمه ستوب، ستوب يتوقف، ترافل، ترافلد، يسافر، سافر. طيب الكي ووردز اللي عندي اللي بتدل على زمن الباست سيمبل هي يسترداي امبارح، اجو منذ، ان ولو جاب عليها اي سنه بس يكون سنه ماضيه، لاست زي لاست ويك، لاست مانث، وانس يعني ذات مره، ان ذا باست يعني في الماضي. طيب لو جينا نبص على النفي هلاقي ان انا لما باجي انفي جمله في زمن الباست سيمبل انا بستخدم didn't، وزي ما احنا عارفين ان didn't دايما بيجي بعدها الفيرب انفينيتيف. مثال I didn't visit my family، انا لم ازر اسرتي. طيب لو انا قلت لك مثال I played football، انا لعبت كره قدم عايز انفيها، هقول لك I didn't play football. correct. علي and I have lunch together yesterday، طبعا هنا هتبقى هاد علشان انا عندي yesterday. Adam did his homework an hour ago، منذ ساعة. Age طبعا age هنا غلط هنخليها ago. Number three، he driving to Alex with his family last Saturday، طبعا driving دي عشان في عندي last Saturday فهنخليها في الماضي هتكون drove. Number four، I ride on the big wheel last week، طبعا last week ماضي عشان كده هتكون rode. Thanks. دلوقتي معادنا مع سؤال المتفوقين، read and correct. number one، I am quite nervous on my first school day. number two، tomorrow هلا went to school by bus. number three، حسن moved to Cairo 10 years ago. علي and I have lunch together yesterday. Adam did his homework an hour ago. He driving to Alex with his family last Saturday. number four، I ride on the big wheel last week. شكرا.